جهزت معنا ونقصت ندير ليه الدبوة لازمنا نكرموك حنا ثاني شنو لا كاليتي. كان اليوم زيارة لعدة مشاريع وضع حيز الخدمة لمركز تصفية الدم والذي كان من مطالب سكان هذه الولاية وعدة مرضى الذين كانوا يعالجون على مستوى المستشفى وهذا في إطار تخفيف الضغط على المستشفى المضيف. كما كانت لنا وضع حجر أساس لإنجاز استعجالات طبية وجراحية على مستوى مستشفى محمد بوضيف، وهذا المشروع الذي سيساهم في تخفيف العبء وتخفيف الضغط على المستشفى، لأنه سيكون له مدخل خاص بالاستعجالات الطبية والاستعجالات الجراحية. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.